لكل لبنانية ولبناني ببلدان الانتشار، تذكروا منيح انه نحنا وياكم نضلنا كتير لنعطيكم حقكم انكم تصوتوا بالخارج، وانكم تترشحوا بالخارج، وانكم تتمثلوا بست نواب بكل القارات بالخارج. نواب بيحملوا قضاياكم، بيرفعوا صوتكم، وبيحققوا مطالبكم بالخارج. حقكم ما بيسقط. تسجلوا قبل 2020 لتحافظوا عليه. تسجلوا كتار بالخارج اذا بترغبوا تصوتوا لنواب الخارج. تسجلوا كتار لنقدر نطالب انه النواب الستة يصيروا 12 و12 يصيروا 18. تسجلوا كتار وصوتوا كتار لتفرضوا حجمكم. صوتوا لمين ما بدكم، بس صوتوا وبرهنوا انه بتستاهلوا مقاعدكم وحقكم. وما تنسوا انتو مميزين عنا بالداخل، مميزين لانكم بتقدروا تختاروا بين انكم تصوتوا لنواب دايرة الانتشار او لنواب دايرتكم بلبنان، وبالحالتين عندكم صوت تفضيلي واحد، لا 6 اصوات ولا 128 صوت، صوت واحد بس فعله كبير لانه صوت الانتشار اللبناني. لبنان بيكبر فيكم، لبنان بيعمر معكم، ونحن دايما نبقى معكم.